حظيت قرية تشورنو التابعة لمركز إداري كونجورو بإقليم البضحاء افتتاح أول مركز صحي، والذي تمت إنارته من قبل مؤسسة القلب الكبير التي تديرها سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو. محمد طاهر جبرين الحر. من أجل تخفيف عناء التنقل الشاقي عن أهالي القرى النائية للوصول إلى المرافق الصحية لا سيما في فترة الخريف، قررت المندوبية الإقليمية للصحة العامة بالبطحاء تأسيس 8 مراكز صحية جديدة ببعض قرى مركز إداري كونجورو. بين القرى المستفيدة قرية تشورنو التي جرى فيها هذا الاحتفال البهيج احتفاء بتدشين المركز الصحي الجديد. مسؤول المنطقة الصحية لمدينة كونجورو عزو عبد القادر وممثل المندوب الإقليمي للصحة العامة يونس حسين أشار كلاهما إلى أن الشروط قد اكتملت لكي تحظى قرية تشورنو بمركز صحي جديد نظرا لعدد سكانها وبعدها عن المرافق الصحية. هذا البعد كان قد دفع ثمنه العديد من المرضى والنساء الحوامل لا سيما خلال فصول الخريف. رئيس كانتون داركوكا محمد سليمان لم يخفي سعادته بفرحة مواطنيه لمنحهم هذا المرفق الصحي المزود بالمعدات. المرضى اللي فيه ده يجيبوه ما تلبدوه، لازم كان لب المرضى نلب نفسه بموت كموت ده قاسي للكومين علينا نقاتل ده بشانكو قلتو. أما رئيس مركز إداري كونجورو إدريس سليمان بويمي فبعد أن هنأ مواطني تشورنو بهذا المركز الصحي الجديد سلم رسميا لوحة من الطاقة الشمسية مقدمة من مؤسسة القلب الكبير والتي تديرها سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو من أجل تشغيل المركز الصحي المدشن. وطلب المسؤول الإداري لكونجورو من المواطنين ضرورة المحافظة على هذه المعدات وكذا الاستفادة القصوى من خدمات هذا المركز الصحي الجديد.